عشان اشوف برضو نظرة الناس للي بيعمل ده ايه. طب انت شايف نظرة الناس الفترة دي ازاي للفن وللفنان؟ يعني طبعا عشان الفن هو يعني وسيلة التواصل، او الوسيلة اللي بتوصل الفن للناس هي الفنان. نظرة الناس بمنتهى الصراحة للفن والفنان ايه الفترة دي؟ لازم النقابة يبقى لها دور. ازاي؟ في ناس بتسيء للحكاية فلازم يبقى لها دور. يعني هي النقابة هتروح تأدب او تعلم لا مش الناس تأدب، يعني؟ مش تأدب، حتى التوجيه يعني، ما توجهني يا مجدي انت عملت كذا، ما ده بلاش يعني، واخده بال حضرتك. انما ايه، في حاجات ما انا قلت لك الكومنت مثلا بيتقال يعني، فانت بتاخدي في الرجلين ناس تانية يعني، مش لازم تبقى حاجات معينه السيئة يعني. بتاعهم في الفيلم. الدور يعني، الدور نفسه، ما انا ممكن اعمل دور الناس تقول لك شوف يا عم ادي اللي بيقول لك ممثل، بص عامل ايه كده، ما انا بسمعها يا عم، ده كان في واحد زميلكم امبارح في مسلسل مش عارف قال ايه، مش لازم يبقى سلوك شخصي. حتى اللي بيتعمل ما تعملوش، ما تعملوش لانه حرام عليك، هو ده الحرام بقى، هو ده الحرام. وبعدين حرام بتاخد ذنبين، لانك بتاخد ذنب مثلا واحد محافظ على نفسه ممكن يجوع وما يعملش حاجه مش مقتنع بيها، ايوه. فبتاخده معاك في الرجلين، لان انت ممثل وانا ممثل، او انا او غيري ممثل، كلنا ممثلين يعني، مهنه واحده، او واحده بتعمل ده، فبتاخد نشوى مصطفى معاها. شوف يا بس نشوى، انا اقول لك، انا دايما اقول العمل الفني مسؤوليه جماعيه. بمعنى لو انا كممثله عملت دور مش كويس، دور وحش، وقعت شغل، فهيتقال المسلسل الفلاني او العمل الفلاني وحش. لكن الاخلاق مسؤوليه فرديه. والله انا مش بتكلم على الاخلاق، انا بتكلم برضو على وانت تفتكر الناس بتنتقدنا عشان انا بقول الفن مثلا بتاعنا مش عظيم، ولا عشان انت بتسالين في الفن، بياخدوا ده في ده؟ انت بتسالين في الفن، مش في يعني سلوكيات حكم زمايلي. الناس على الفنان علشان بس احيانا بيكون فنه مش لطيف، ولا في بعض السلوكيات اللي الاثنين، ممكن تاثر؟ ما الاثنين، ما انا بقول لحضرتك سلوكياتا وفنا، الاثنين ممكن يعني ايه يجرحوني يعني، الاثنين يجرحوني. سلوكيات ما يقول لك فلان الفلاني مش عارف ايه، فلانه الفلانيه مش عارف يعني، يا عم ده كان ديك النهار كاتبين مش عارف ايه، ما انا بسمع ده كله. في نفس الوقت الفن كدور، انت بيجي لك ورق لو مشهد بتقريه عجبك اوكي، هتتحملي مسؤوليتك، هو بقى تنفذ ازاي دي مش شغلتك. صح. هو تنفذ ازاي المشهد ده، او المشاهد دي اتنفذت ازاي، او الدور ده اتنفذ ازاي، دي شغلانه مخرج ورؤيه مخرج وانتاج وحكايه تانية، منظومه على طيب بعضها. هرجع اتكلم على الاختيار، لان انت كنت عامل حاله عظيمه. ربنا يخليك. الدور جالك ازاي؟ او انت اللي عملت كاستنج مثلا، او انت طلبت من لا هو حد الحقيقه كل نجوم مصر يتمنوا يعملوا شوت قالوا لي ده، قالوا لي شوت. وقالته مدام سعاد يونس برضو، قالت لي احنا كتير كانوا يتمنوا يعملوا مشهد في المسلسل يعني، انت ازاي؟ قلت له والله ابدا، هو ربنا، وهو اهم حاجه ان انت يبقى عندك سلام نفسي.